شل إضراب لقطاع النقل في البرتغال الحركة في البلاد احتجاجا على مساعي الحكومة تقليصه. الإضراب بدأ منذ منتصف ليل الأربعاء ويمتد ل24 ساعة، وقد تجمع عدد من أعضاء الاتحادات العمالية في البرتغال عند محطة مترو الأنفاق لفرض الإضراب، لكن بعض وسائط النقل عملت الخميس، ما سبب عرقلة جزئية لحركة المواصلات. وقد أغلق مترو الأنفاق تماما لمدة 24 ساعة. حتى الآن بدأ الإضراب بشكل جيد، مترو الأنفاق توقف تماما وكل شيء يشير إلى أن الإضراب سيمر، وهناك مشاركة جيدة من عمال النقل. وقد أعلنت 6 اتحادات عمالية في البرتغال من أصل 8 مشاركتها في الإضراب. تقول مصادر حكومية إن خسارة يوم من الإضراب تصل إلى 150 مليون يورو.